احنا نزلنا وحاولنا نسمع آراء الناس عن الخدمة، وازاي المهم ان الانسان يخدم حتى لو مش بشكل رسمي زي ما كنا بنقول، لكن كل واحد فينا يقدر يخدم في المحيط اللي موجود حواليه. فخلينا مع حضرتك ومع كل السادة المشاهدين نشوف التقرير ده ونرجع لكم مرة تانية. ازاي حضرتك بتشوف ربنا موجود في الخدمة؟ أنا بشوف ربنا في كل وقت، بس في الخدمة عموما أو بصفة خاصة هو ربنا له وجه معين من نظرة كل واحد فينا. من ناحية خدمتي في الكنيسة بقابل ربنا كل يوم في القداس، بشوفه دايما، بقابل ربنا، بلمسه. في خدمتي من ناحية الألحان بحاول أوصل خدمة ربنا مثلا لأي حد تاني. الألحان عندي لازم أحفظ الناس، حاسس إن دي أمانة بوصلها للناس. كل واحد يعرف لحن، يعرف خدمة، يبقى أنا برضو بوصل له ربنا. فدي عن طريق خدمتي انا بوصل ربنا في الالحان. احنا كل مريض بنزوره او بناخد بركته، يعني كده بنحس ان احنا زرنا ربنا. بلاقي ان ربنا بيجازيني في حاجات كتير جدا، في البيت، في الطريق، مع اولادي. يعني ربنا موجود معنا في كل مكان ومش سايبنا بصراحه. يعني الواحد مهما بيتعب في الخدمه بلاقي ربنا بيعوضني. وانا بشوفه في كل خطوه، في كل مخدوم بخدمه، في كل موقف بيحصل معايا، في كل مشكلة بنقابلها في الخدمة ونلجأ لربنا في الصلاة وتلاقيها اتحلت بشكل مش مترتب أو بشكل مش محسوب له أو بطريقة مش معمول حسابها قوي، بس بتلاقيها اتحلت كده. تبقى مشكلة كبيرة مثلا، يبقى مخدوم مهما بتحاول ان انت تكلمه عن ربنا، تحاول معاه، ما يعني ما فيش، يعني مش متقبل منك الكلام. بعدين في مرة واحدة كده انت تكون بتصلي له فعلا بجد من قلبك وتلاقيه مرة واحدة اتغير، وانت انت نفسك مش عارف السبب. تلاقي موقف بسيط حصل معاه وهو ده اللي غيره. فحاجات زي كده كتير. يعني لما بنشوف المخدومين بنحس ان ربنا مدينا نعمة كبيرة ونعمة عظيمة، بتفرحنا باستمرار، ما بنتعبش من الخدمه. ربنا بيدينا معونه جامده، بكون تعبان وبنزل الخدمه وبشيل ناس وبحس ان ربنا بيقف معايا وبيقويني فعلا. يعني بحس ان انا ارتحت عن ما كنت تعبان. بشوف ربنا لما الاقي مخدومه معانا، يعني يكون ظروفها صعبه ومحتاجه حاجه، بنلاقي ربنا بيلبي الاحتياج ده ليها بسرعه جدا. ونشوف مثلا تغيير حياتها، ان هي بقت تفرح لما بتنزل معانا. او كل ما بيكون الخادم حاسس بالمخدوم بيبقى هو اصلا، يعني تحس يعني ربنا بعت الروح بينهم، يعني بيقربهم لبعض وبيخليها تنزل. بعد بتبقى مثلا قاعده في البيت، ما بتحس ان هي ملهاش عايزه ان هي قاعده مكانها، لما بتنزل وبتجدد حياتها هنا بنفرح اكتر كمان. وفرحه المخدوم دي بالنسبه لنا هي اللي بتخلينا نيجي مره واثنين وثلاثه هنا اكتر. هما بيحسوا ان احنا اللي بنساعدهم، لا ده احنا اللي بنتعلم منهم بامانه. يعني ربنا موجود في الخدمه، في كل بيت انت بتروحه، في كل مكان انت بتروحه، في كل شخص انت مخدوم بتقابله في الخدمه ربنا موجود فيه. بلمسه من خلال العطايا اللي بتيجي، وبيعرف كل واحد حسب احتياجه بالظبط بيديله. اللي محتاج حب ورعايه ربنا بيكفيه، واللي محتاج خدمه جسديه ورعايه جسديه برضو ربنا بيكفي وبيبعت له اللي هو محتاج له. لما اتعامل مع المخدوم بيبقى زي انجيل معاش، تظهر ربنا في كل حاجه، في كل تصرفات، في كل حاجه في حياتنا. مش كلام وخلاص، ومش خدمه، مش انا خادم وانا ما بخدموش، مش بروح ومش بسال عليه، مش بزوره، مش بفتقده. هو المخدوم اللي بيوصلك للسماء، لان عندنا خدمه معوقين، فكلهم تعبانين وتعابه ونايمين، فتحس ان كلهم قريبين لربنا قوي.